مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا بالجميع الى حلقه جديده من برنامجكم بتوقيت مصر، اصحابكم فيه انا امال عرب. هذه الحلقه نلتقي بفنان فلسطيني مستقل ولد وعاش الشطر الاعظم من حياته في العاصمه المصريه القاهره التي شهدت معظم اعماله ووفرت له المنصه لمخاطبه الجمهور المصري ومعه الجمهور العربي. من كرة العباد الشمس وصولاً لمهرجان البلاعات، رحلة مليئة بالإنجازات والمطبات نتعرف أكثر عليها مع تامر أبو غزالة. إلى كل الجوعانين من تشيلي للصين، هناك أكل مجاني في أرض فلسطين. اشعلوا فيه السراج بزيت الطقوس واخر يطفو على الماء فيه ينوي ويضيء لي الاشياء. مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل. إذن أهلا بكم من جديد وأهلا بضيفي تامر أبو غزالة، شرفتنا في الاستوديو. نغير الأجواء المعتادة ولعل للفن الحصة الأبرز في هذه الحلقة. أعتقد أن الأسئلة عن النشأة بقدر ما هي معتادة وبقدر ما هي كلاسيكية في أي حوارات مع فنان، إلا أنها ضرورية عندما نعلم أن تامر أبو غزالة فلسطيني وعاش في مصر. كيف أثرت البيئة الفلسطينية والبيئة المصرية في تكوين الفنان تامر أبو غزالة؟ سؤال صعب جدا. باختصار أنا ولدت في القاهرة، وين ما كان أهلي ساكنين، وكانوا هناك لأنه كانوا أبعدوا من فلسطين بعد 67. وكان الفترة اللي عشت فيها في الأول في القاهرة فترة آخر الثمانينات وأول التسعينات، حيث الحركة الثورية لازالت قوية في اتجاه القضية الفلسطينية في كل يعني في مصر والعالم العربي، إلى أن عرف الأهل أنهم يلاقوا طريقة نرجع ندخل على فلسطين، ورجعنا وعشنا هناك فترة برضو كانت فترة الانتفاضة الثانية. وبطبيعة الحال جزء من عائلتي موجودة في الأردن، جزء في مصر، جزء في فلسطين، وجزء في بلاد مختلفة. فلهذا السبب كنت طول الوقت حاسس أنه السيء أنه ما فيش مكان واحد الواحد متعود عليه مستقر. ولكن في نفس الوقت حاسس انه كل مكان ينتمي له يعني في المنطقة العربية. فهذا اكتر شيء يمكن كان له تأثير على كيف بشوف انه ما في بلد واحدة بعتبرها بلدي، قد ما هو يعني مش قصة عروبة مع عروبة، هي قصة فعلا انه يعني ما كانش في استقرار في أرض واحدة، هو مكان واحد يعني هو بالنسبة لي منطقة أو جغرافيا واحدة، مش بلدان مختلفة، لأنه متعود عليهم زي بعض تقريبا. فهذا الشيء يمكن الأساسي اللي ممكن نستنبطه من سؤال الطفولة. طيب أنا حسب الإعداد وحسب ما كنا نقرأ بدأت الغناء في عمر السنتين مع كورال عبد، يعني سنتين يدوب تتعلم تتكلم، فكيف تعلمت الغناء مباشرة؟ والله مش عارف، هم قالوا لي يعني هم قالوا لي، وكانت والدتي هي أسست كورال عباد الشمس من وقت ولادتي تقريبا، وبالتالي علشان لهذا السبب أنا كنت طول الوقت موجود. وبعدين كان في فيديوهات للكورال، وكنت أسأل يعني ليش انا عم بغني على المسرح وانا يعني كنت تحت الكرسي تقريبا، وكانوا بيقولوا لي انه كان عمرك سنتين وكنت تشوفهم يغنوا وتطلع تغني معاهم وكذا. فهذا يعني العائله هل كانت لديها ميول فنيه هي اللي خلتك يعني يشجعوك انك تبقى على المسارح وتبرز موهبتك في الغناء، ام انه فقط كانوا يسايروك يعني كطفل حابب يغني؟ والله كان اكثر تجاه الشعر، يعني عائلتي محبه للشعر من جميع الاطراف، الشعر العربي والشعر الحديث العربي، ووالدتي شاعره ولها ديوانين.
ولا يعني الفن والغناء بشكل عام ما كانش تركيز قد ما هو انطلاقا من الكورال، لانه والدتي اسسته، وحتى اني كنت اشوف الات فاحب اتعلمها فاتعلمها، فبالوقت والصدف يعني احب اجزاء اكبر من الموسيقى يعني. تصحب معك العود رفيقك، وانا بصراحه لا استطيع الانتظار اكثر، وحابينك تغني معنا شوي. مش قادر تسمعنا الان؟ سمعكم أغنية لتميم البرغوثي، كلمات تميم البرغوثي، من الأغاني اللي لحنتها بفترة الانتفاضة الثانية، أول فترة يعني وإحنا برام الله. هي من أقدم الأغاني. اسمها نملة. أي نعم. تفضل. يعطيك العافية. شكراً تامر. هذه الأغنية بألحانها وكلماتها للشاعر الكبير الفلسطيني تميم البرغوثي، أنا نملة. تحس أن هذه الأغنية بالألحان اللي أعطيتها لها تعكس شخصيتك، تعكس الفلسطيني، تعكس المصري، أم المواطن العربي بشكل عام؟ أظن المواطن العربي بشكل عام. يعني أنا لما قريت الكلمات حسيت أنه هذا هو الوضع اللي احنا فيه بالضبط يعني. وكان اكثر كمان يمكن بشكل اقصى وقتها، بفتره
سنة 2000 و2001 ولكن لازال يعني لازال الوضع يماثل ذلك، إنه في عدم فهم لكينونة الشخص العربي وعدم فهم لوضعه من الإعراب على كل المستويات. يعني هو مش بس يعني مش بس المستوى السياسي اللي هو المعروف إنه هو عويس، ولكن كمان مستوى هويته وثقافته وين بيحط حاله في الكوكب، يعني أين هو من المعادلة، سواء في يعني في حياته اليومية، في شغله، في أسرته، في إحساس شوي بضياع الهوية، يعني بعدم معرفتها، يعني بعدم الإحساس وفي تخبط بين كون الواحد معتز بثروته الثقافية والحضارة والتاريخ وكل هذه الأمور، وبين أنه أين هي اليوم، يعني أين ذلك. طيب هذاك الوقت ما كانش في ثورات عربية، وكان فعلا المواطن العربي أو الشاب العربي مطمور، صوته غير مسموع. هل كان في تفاعل مع هذا النوع من الأغاني من قبل الشباب العربي الفلسطيني والمصري؟ كنت قادر توصل هذه الرسائل؟ يعني لا، مش 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 بشكل ملحوظ. والحركة الفنية بشكل عام اللي هي تعتبر بديلة أو مختلفة ابتدت تنمو منذ مثلا الأواخر التسعينات بحركتها وفنانيها وزيادة عددهم وأغانيهم وجمهورهم بالتالي. وبالفترة اللي بحكي عنها ما كانش كان لسه الموضوع في أوله بالنسبة للساحة الفنية بشكل عام ووجودها، يعني الساحة البديلة أو المختلفة عن طيب انتقلت إلى رام الله عام 98 وتتلمذت على يد خالد جبران في معهد إدوارد سعيد للموسيقى. هذا المرحلة الأكاديمية إلى أي مدى صقلت الموهبة؟ أعطتك شيء زايد للموهبة اللي هي أصلاً من عند ربنا؟ يعني أفادتك كثيراً في المشوار تلك المرحلة؟ أكيد أكيد. على صعيد الوجود في رام الله وفي فلسطين، أولاً كان أهم تجربة عشتها لهلأ، وكانت صدمة، لأنه كان الفرق الأساسي بالنسبة لي بين تخيل فلسطين لما الواحد ما عاش بعيد عنها وتخيل الحلم المثالي يعني، ووجوده على الأرض، وبالتالي معرفة كل الديناميكيات والمشاكل والوضع الحقيقي يعني على الأرض بالمجتمع وبوضع طبعا الاحتلال إلى آخره. الموسيقيا كان طبعا يعني مهم جدا، او يعني هي تحول كبير بالنسبه لكيف انا بشوف الموسيقى والفن ومكانهم، لانه خالد جبران من الناس والفنانين اللي كتير بيكسروا المعهود، يعني القواعد، يعني بيتاكدوا بانه الواحد يكون عارف القواعد كويس، ولكن بعد ما يعرفها وبعدين يعني ماذا سيقدم، يعني ماذا سيفعل بها يعني. فكان له تأثير على أسئلة، يعني على أسئلتي عن طيب تعلمت عود وبعدين يعني وكنت بلحن من قبل، ولكن هل هي ألحان جيدة، هل هي ألحان سيئة، هل يعني كل التساؤلات بدأت أن تكون أقوى يعني، وأخذ مكانها أكبر في 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 راسي. وفترة بعد فترة من التعلم مع خالد جبران توقفت عن التلحين والغناء إلى آخره، إلى أن أفهم شو هعمل. يعني أنت بدأت بالتلحين أولا ثم الغناء، ولا يعني كيف انتهجت هذا المشوار؟ في مصر تعلمت كذا آلة، تعلمت كمانجو وجيتار وبيانو وقانون وعود، وبعد ما تعلمت عود بدأت بتجربة التلحين مع نفسي يعني في المنزل يعني، وبدأت أخذ أشعار لمحمود درويش لأني بحبها وأقراها وأبدأ ألحنها وهكذا يعني، كنت ألحن أغاني بهذه الطريقة.
وبعدين لما انتقلنا لفلسطين وتعلمت أكتر النظريات الموسيقية والتاريخ الموسيقي والقواعد وتكنيكات أكتر في العزف والتلحين وإلى آخره، هناك توقفت عن التلحين فترة طويلة لحد ما أفهم أثر اللي تعلمته على اللي بدي أسويه، وإن كنت أصلاً أصلح للتلحين أو لا، لأنه هذا سؤال برضو يعني طول الوقت موجود. فهذا كان الأثر الأكبر لفترة التعلم مع خالد جبران، وكان طول الوقت عنده الإرشاد اللي يخليني أحاول أجرب ما في بالي، ولكن برضو ما أعطي أهمية زايدة، أنه مش مجرد أنه الواحد طلع لحن معناه أنه عبقري، يعني مش الموضوع أنه بعد ما يطلع كيف حيقيمه لنفسه، وكيف حيحسنه، وكيف حيطوره، وكيف حيسأل نفسه أنه لحنت أغنية، ولكن هاي الأغنية ممكن أن تكون لسلة المهملات، يعني مش لازم تكون مش بالضرورة طبعاً، يعني البقاء على قمة النجاح أصعب ربما من الوصول إليه. عن هذا النقاط سنتحدث لكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا مشاهدينا، سنعود مع تامر أبو غزالة وبتوقيت مصر. وأفردت قلبا في هواك يعذب، أقطع حبل الوصل فالموت دونه، أم أشرب كأسا منكم ليس يشرب، أم أهرب حتى لا أرى لي مجاورا، أم أفعل ماذا، أم أبوح فأغلب، أقطع حبل الوصل فالموت بحبها، ألا حبذا، ألا حبذا ذاك الحبيب المعذب. متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، سهم المنايا من وصالك أقرب، متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، سام المنايا من وصالك أقرب، فبعد ووجد واشتياق ولوعة، فلا أنت تدنيني ولا أنت أقرب، متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسام المنايا من وصالك أقرب، متى يشتفي منك الفؤاد المعذب وسام المنايا من وصالك أقرب، فبعد ووجد واشتياق ولوعة، فلا أنت تدنيني ولا أنت أقرب، كعصفورة في كف طفل يشدها تذوق حياض الموت طفل يلعب، فالطفل ذو عقل يرق لما بها، والطير ذو ريش يطير فيذهب، كعصفورة في كف طفل يشدها تذوق حياض الموت الطفل يلعب، فالطفل ذو عقل يرق لما بها، الطير ذو ريش يطير فيذهب، ولي ألف وجه قد عرفت طريقه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب، ولي ألف وجه قد عرفت طريقه، ولكن إلى أين في هواك يعذب.
فلو كان لي قلبان لعشت بواحد وأفردت لك قلبا في هواك يعذب. جميلة جدا الآن من الملوح. الكلمات، الألحان، الأداء الذي ذهب بنا وراحنا قليلا من عوالم السياسة التي نغرق فيها، لكن أريد أن أسأل عن المواضيع. بين المواضيع السياسية المتعلقة بالشباب وصوتهم المطموس كما تجلى ذلك في أغنية نملة، وبين أغاني الحب والعشق والهيام وغيرها من المواضيع المرتبطة بالحياة وبالواقع، كيف تختارها؟ كيف تنتقل بين هذه المواضيع؟ والله هو مش اختيار، هو بس إلهام على حسب الصدفة، يعني هو إلهام مع صدفة في نفس الوقت. بمعنى قصيدة قيس بن الملوح هي قصيدة يرددها جدي طول الوقت، لما نزوره هو يردد قصائد كثيرة طول الوقت، وكان في هذيك الفترة يرددها فعلقت في راسي وسألته عنها وطلعناها وقريتها أكتر وحبيتها جدا، ومن هنا أتى فكرة تلحينها وغنائها. يعني في أحيان أخرى بكون براجع قصائد أو حد بيقول لي عن قصيدة وبحبها وبشتغل عليها، ولكن هي الفكرة بس في يمكن الإحساس أكتر منه بالكلام أو اللحن. بمعنى أنه أغنية قيس بن الملوح أغنية حب، ولكن كانت يعني لحنت بفترة الانتفاضة بفلسطين، ولذلك يمكن لما أسمعها هلأ بلاحظ أنه هي فيها عنف وليس حب. يعني اللحن فيه عنف وفيه إيقاعات عنيفة، يعني إلى حد ما وجه من أوجه الثورة، يعني تبقى تثور حتى بالألحان في معنى من القوة أو الغضب يمكن في اللحن، وبالتالي يمكن لو الفترة مثلا اللي احنا عايشينها هادئ أو لطيفة يكون اللحن رومانسي، يعني ما مش عارف، وبالتالي يمكن تظهر يظهر الكونتكست تبع المعيشة يعني في الأغاني بشكل غير مباشر، ولكن يظهر في إحساسها، يعني في إحساسها ككل، بغض النظر عما إذا كانت الكلمات تتحدث مباشرة عن الموضوع أو لا. يجوز. مين أول واحد تسمعه اللحن عندما تنتهي منه؟ والله شكله سر. لا، حاليا زوجتي مريم صالح وهي مغنية أيضا، نوجه لها تحية. حاليا أسمعها يعني كل ما هو جديد. يعني كيف تتفاعل معك؟ يعني تعطيك رأيها بصراحة أم أنه الزوجة دائما يعني تحاول تجامل الزوج تفادي لمشاكل كثيرة؟ لا، هي مريم صالح هي مغنية ولها وملحنة أيضا، ولذلك الموضوع صريح بزيادة بيننا وبين يعني بيننا إحنا الاثنين، يعني أحيانا يعني نعطي نقد لاذع لأعمال بعض، وبنشتغل سوا لتحسين الأشياء اللي فيها مشاكل بوجهة نظر حد فينا، فهو يعني فيها جزء من نقد وجزء عمل جماعي في نفس الوقت. في أعمال تجمعكم أنتوا الاثنين؟ أي نعم، في اشتغلنا على مشروع الغناء السابق اللي هو اسمه مش بغني، وقمت بتوزيع وتلحين بعض الأغاني فيه، وفي عمل نعمل عليه حاليا مع موريس لوقا أيضا، هو عمل هنغني فيه إحنا الاثنين ونلحنه مع بعض إحنا مع موريس لوقا أيضا. طيب إحنا الآن رح نذهب والمشاهدين حتى نشاهد أغنية فيديو كليب لحضرتك. أي أغنية تود أن تهديها الآن للمشاهدين وتحس أنها فعلاً لها ذكرى عزيزة، لها معنى خاص في قلبك؟ تخبط. رح تحكي لنا عن قصة تخبط بعد أن نشاهدها سوياً مشاهدينا، ثم نعود. Thank you.
هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت ليلت امبارح جاني نوم ليلت امبارح جاني نوم مع انه الشمس والقلقاس مع انه الشمس والقلقاس واحنا لسه في اول ليله حلم وسحاب حلم وسحاب حلم وسحاب حلم وسحاب حلم 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 وسحاب حلم والسحاب بتنحل حلمو في بقى الشرب بصل حلمو والسحاب بتنحل حلمو في بقى الشرب حلمو في بقى الشرب حلمو في بقى حلمو في حلمو 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 في حلمو في بقى حلمو في بقى الشرب بصل واخلط مع حبة قلقاسي اشرط بصل وزيت مسخن حلمو والسحاب بتنحل حلمو في بقى الشرب بصل اخلط مع حبة قلقاسي اشرط بصل وزيت مسخن ومربع كلمة تتمايل مع كلمة في زاوية تتقرب تتربع كلمة مزوية البصل هدر فجأة والسحاب لسه بتدحل وحرقتني الشمس قام المطر شرب قطرة والسحاب برضو بتدحل وحرقتني الشمس اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت مش مسكان هداك اليوم مع انه الشمس شربت تخبط إذن تامر ما حكاية تخبط لأنك صفنت صفنة طويلة ثم اخترت الأغنية فعايزين نعرف شو لا الصفنة كانت في اختيار في اختيار الأغاني ولكن تخبط أغنية أيضا اشتغلت عليها وقت الانتفاضة في فلسطين وأنا كنت هناك وكانت من أوائل الأغاني اللي تجرأت وكتبت كلماتها وكتابة الكلمات كانت بالنسبة لي شيء عويص كونه العائلة جدا متأثرة بالشعر العربي والشعراء الآخري فكتابة كلمات شيء صعب يعني مش سهل يعني
وكمان عواقبه وخيمة إذا طلعت الكلمات مش يعني مش حيفوتها لك إذا بالضبط. فتخبط قررت فيها إنه مش مهم وحكته وكتبت وقتها. كانت الفكرة كلها إنه بدي أغني عن كمية العبث اللي بنعيشه في الوطن العربي وكمية اللا معنى واللا منطق. وكان بتذكر كان يعني أحد المشاهد اللي شفتها وأنا بكتب الأغنية كنا العائلة تريد أن تشاهد الأخبار وأنا مصمم إنه ما فيش داعي نشوف الأخبار علشان إحنا شايفينها من الشباك يعني موجودة. وفتحوا فعلا الأخبار وكان المشهد هو مشهد بناية يتم قصفها جنبنا. فعلا فتحنا الشباك وكانت البناية هناك. كانت وقت اجتياح رام الله من الجيش الإسرائيلي. فكان المشهد بالنسبة لي جزء من عملية التخبط الأكبر اللي هو ما في فعلا ما في معادلة واضحة للوضع الحالي وما في حتى المعادلات الخفية الغير الواضحة حتى هاي مش واضحة يعني حتى لا فعلا تخبط حتى الآن يعني حتى الآن الوضع كما هو عليه. وبالتالي هو وضع متخبط لأنه الحسابات الأهم واللي هي الحسابات الإنسان حسابات البني آدم اللحم والدم والروح مش موجودة في طريقة تفكير المجتمع ولا في طريقة تفكير الحكومات ولا في طريقة تفكير حتى العائلات حاليا يعني حتى وحتى احنا كبشر ما بنفكرش فيها يعني احنا كله مرتبط بالأشياء اللي تعودنا عليها واللي ثبتت بس ما بنسأل حالنا شو علاقتها بالبشرية بالإنسان بالنفس يعني صح. شو علاقة اللي بنعمله بالموضوع وشو علاقة الفلوس اللي هي مصدر أغلب الحسابات السياسية وغيرها شو علاقتها فعلا بأي شيء يعني قطعة ورقة عليها رقم إيش يعني بعدين صح. يعني تصنع حياة وتسقط حياة بالضبط. وطبعا يعني إحنا يعني طبعا اللي بحكيه يمكن شوي مجرد بزيادة ولكن هو في النهاية إذا الواحد بينطلق من هذا المنطلق وبيشوف الصورة بيلاحظ إنه إحنا في وضع عبثي جدا. وتخبط هي أغنية عبثية يعني هي ليس لا تتحدث عن العبث هي نفسها عبارة عن أغنية من العبث يعني هاي كانت الفكرة في الأغنية نفسها وهي القصة. واضح تامر أنه البيئة الفلسطينية ما عاشته فلسطين ولدت الكثير من الكلمات والألحان والتجارب في حياتك، لكن أكيد أن البيئة المصرية الولادة هي الأخرى أثرت فيك. المشهد الفني المصري المتعلق بالنوع الفني الذي يغنيه ويلحن له تامر أبو غزالة، كيف يمكن أن تقيمه من بعيد؟ المشهد في مصر ثري جدا كالعادة يعني طبعا مصر طول الوقت ثقافيا وفنيا ثرية جدا وكمان من ناحية المشهد البديل والمستقل من ناحية موسيقى وأفلام حتى ومسرح إلى آخره هي من أكثر البلاد الثرية في المنطقة في المشهد البديل. في كمية فنانين وفرق موسيقية مهولة جدا وفي كل أنحاء المدن المصرية كمان اللي هو شيء عادة الواحد بيركز على القاهرة واسكندرية ولكن إذا الواحد راح المنصورة هيلاقي فرق كتير إذا راح على ناحية الصعيد في المنيا وفي أسيوط إلى آخره هيلاقي في حركة وفي مساحات مسارح حتى وإن كانت المسارح الحكومية مثلا مش مفتوح أبوابها كتير للفرق المختلفة أو اللي بتعمل شيء بديل ولكن الشباب عم بيخلقوا هاي المساحات كمان وعم بيفتحوا فضاءات عم بيفتحوا مثلا جنينة بيت كبيرة بتوسع جمهور فبيفتحوها وبيبددوا ينظموا فيها عروض الأشياء تخلق طيب. وهذا الثراء عم بيخلي الجمهور كمان يكبر
لا يسمع هذا النوع. وطبعاً الجمهور المصري مكسب لأي فنان في أي نوع غنائي. سنتحدث عن ما غنى تامر أبو غزالة لمصر وللمصريين في مراحل متعددة، لكن بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بالجميع من جديد. نواصل حلقتنا بتوقيت مصر مع الفنان تامر أبو غزالة. تامر، قبل الفاصل كنت سألتك عن ما غنيته لمصر، وإذا في شيء ممكن هلأ ممكن أسمعكم حلم، واللي هي أغنية لكلمات نجيب سرور. ونجيب سرور من الشعراء المصريين يعني العظماء، اللي كمان برأيي ما أخذوا كتير حقهم في الظهور والظهور بالضبط والانتشار. وهي الأغنية كلماتها جزء من مسرحية أكبر وأشمل، هي مقطع منها. تفضل. أميلكم إياه. أما يما شفت حلم غريب يخوف، أما يما شفت حلم غريب يخوف، شفتني قال ركبة مركب ماشية يما في بحر واسع، زي غيط غلة وموج وهادي، بحر مش شايفة له ور، شفتني قال ركبة مركب ماشية يما في بحر واسع، زي غيط غلة وموج وهادي، بحر مش شايفة له ور. قال ايه وعمال قد والمركب ابن عمي ماسك الدفة ومتعصب غشال، أما يما شفت حلم غريب يخوف، أما يما شفت حلم غريب يخوف، شفتني قال ركبة مركب ماشية يما في بحر واسع، زي غيط غلة وموج وهادي، بحر مش شايفة له بر. قال إيه وعمال قد والمركب ابن عمي ماسك الدفة ومتعصب بشال، شالوا أحمر ياما خالص لونه من لون الطماطم، شالوا أحمر ياما خالص لونه من لون الطماطم، جت حمامة بيضة بيضة وزي كبشة قطن فوق راسه حطت، ويدوب البر لاح إلا والريح جاية قولي زي غلمص عرب ينفخ، تقلب المركب ولاقي نفسي بين الموج بصرخ يا عمي يا ابن 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 عمي، قال وهو ماشي فوق الموج بيضحك راح بعيد يما خالص، راح بعيد يما خالص، راح بعيد يما خالص، راح بعيد يما خالص،
راح بعيد يما خالص، راح بعيد يما خالص، راح بعيد يما خالص، وفوق راسه الحمامة برضو واقف. الله، سافرنا معك فعلا في هذا المركب وهذا الموسيقى لنعود إلى المشهد المصري. فعلت كثير تامر مع المشهد السياسي في مصر، خاصة في مرحلة حكم الإخوان المسلمين والمجلس العسكري من خلال أغنية مهرجان البلعات. هل استمر تفاعلك مع المشهد السياسي إلى ما بعد الثورة؟ وكيف؟ لو تحكي لنا قصة هذا التشابك. والله هو التفاعل حصل أكثر في مرحلة ما قبل وأثناء الثورة نفسها، بالذات في نشاط مشروع غنائي اسمه مشروع كورال، وهو مشروع بيجمع أي حد بده يشارك في المشروع في ورشة عمل لثلاث أيام ليكتبوا ويغنوا بشكل جماعي أغاني جديدة. والورشة هي كانت تحصل قبل الثورة بثلاث سنين تقريبا، وكانت دورية يعني كل كم شهر. وشو مواضيعها كانت؟ مواضيعها حسب ما يقرر المجموعة، يعني حسب المشاركين وشو بدهم يغنوا بهذيك الوقت، حسب اهتماماتهم في هذاك الوقت. مثلا كان في ورشة نتيجتها أغاني تتحدث عن مشاكل ركوب التاكسي في القاهرة، يعني مثلا في شهر 2 2011 حصلت ورشة، وطبعا كان الحديث عن الثورة. كانت الثورة انتهت في، أظن كانت الورشة في تاني يوم بعد تنحي مبارك، شيء هيك يعني، شيء جدا لحظي. وكان الأغنية اللي طلعت وقتها كانت اسمها حياة الميدان، وكانت تحكي عن حياة الميدان أثناء الاعتصام في ميدان التحرير في أول مرة طبعا. والفكرة منها كانت الحياة المتناغمة اللي عاشها جميع أطياف المصريين في مكان واحد، وتعاملهم مع بعض يعني كيف كان. طيب مين شارك في هذا المشروع؟ من كتب كلمات المشروع؟ يخرجه أو بيوجهه سلام يسري، وهو كاتب ومخرج مسرحي، وهو اللي بيجمع يعني، هو اللي بينظم الوجود الكورال، ولكن الكورال هو الأعضاء هم اللي يكتبوا ويلحنوا الأغاني. فكل حد يقترح مثلا جملة، وبعدين حد يقترح جملة تكملها، وحد يقترح جملة تكملها إلى أن تكتمل الأغنية، بحيث أنه يكون الأغنية فعلا معبرة عن ما يريده الجميع، يعني ما يريد أن يقوله الجميع. فهذا هو. بالنسبة لبعض هاي المرحلة كان في يعني كان في أغنية تعبر عن مرحلة طبعا الحكم العسكري اللي هي مهرجان البلعات، وأغنية تعبر عن مرحلة حكم الإخوان اللي هي أهم الإخوان، ولكن هاي ما كانتش نتيجة مشاركة، مش نتيجة مشاركتي في الأحداث قد ما هو نتيجة معيشتي في البلد ورؤيتي للأحداث. طيب ما فيش أغنية تعبر عن الوقت الحالي؟ لماذا إلى ذاك الحد وتوقفت الأغاني المعبرة خاصة عن المرحلة الحالية التي تعيشها مصر؟ كثير من الفنانين الذين كانوا يغنون عن الوضع السياسي الحالي غمروا، ولا نجدهم يغنون إلا من الخارج. قصدك حاليا يعني الفترة الحالية؟ ما في سبب غير انه انا مش عارف ايش اقول، يعني ما عنديش ايش اقول، يعني مبسوط من الوضع مثلا؟ لا مش مبسوط، واكيد مش مبسوط يعني، ولكن اذا بدي اقول ليش مش مبسوط، مش عارف ليش مش مبسوط بالضبط. يعني يمكن لسه حيبان، ويمكن حاسه شوي تكرار لما سبق ففيش داعي أحكي عنه، يعني يمكن في إحساس إنه ما في جديد، يعني ما في شيء ما شفناه قبل لحتى نحكي عنه، لأنه هو تقريبا امتداد لكل ما حكينا عنه في كل السنين السابقة، كل السنين السابقة كلها، يعني بما فيها السنين اللي كنا منغني فيها ضد نظام مبارك إلى آخره. هذه الأغاني تنطبق على المرحلة الحالية،
وكثير من المراحل الثانيه تنطبق على المرحله الحاليه ايضا. مش شايف انه في فعلا شيء لم يسبق حدوثه يعني بس يعني هذا. طيب نستمع الان الى اغنيه مهرجان البلاعات. لقيتني صحيت منهم على ظهر البقرة، مرة صحيت منهم على بقعة مطر، ولما صحيت منهم على فرع الشجرة، صحيت منهم على ظهر البقرة، والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي ولاد الشوم لسه ماسكين الشوم، والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي. أنا مرة صحيت منهم على بقعة مطر، مرة صحيت منهم على فرع الشجرة، صحيت منهم على ظهر البقرة، والبقرة تنادي كمان وتقول يا ولادي ولاد الشوم لسه ماسكين الشوم، والبقرة تامر، لكل فنان خاصة في النوع الغنائي المستقل الذي تؤمن به له حلم، له غاية يريد أن يصل إليها، وطريقك طويل مع المهرجانات واللقاء مع الناس، إلى أين تريد أن تصل في مشوار حياتك الفني؟ والله كل اللي أريده أني أعرف شهرة عالمية. لا أبداً، يعني كل المطلوب هو الوقت اللي يتيح لي أني أعمل الموسيقى، سواء حتى عرضت للناس أو لم تعرض، يعني بس أعمل موسيقى. هلأ كيف بعمل موسيقى؟ هذا هو السؤال. يعني شو اللي بيوفر الوقت لحتى الواحد يقعد في مكان عمله وينتج موسيقى، يعني يكون أغاني جديدة ويطلع أفكاره في هيئة موسيقى؟ هذا هو الشيء الصعب، يعني هذا هو التحدي أصلا. وبالتالي كثير من الوقت بيروح في محاولة إيجاد طرق لتوفير الوقت للعمل على الموسيقى، فهذا هو المطلوب. يعني يجد الإنسان نفسه في دوامة بالأخير. بالضبط. إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لك ولزوجتك في هذا المشوار الفني، إن شاء الله تستطيع أن تصل إلى كل ما تريده في ظل واقع عربي ومصري أفضل. نشكرك جزيلا تامر أبو غزالة على تشريفك لنا لهذه الحلقة بتوقيت مصر. الله يخليك. إذا أغنية أخيرة نهديها للجمهور ونهديها لكل من يتابعنا بتوقيت مصر، ونختم حلقتنا في هذه الليلة مع كل الأماني أن نلتقي في حلقة أخرى من بتوقيت مصر. معك تامر أبو غزالة. شغبني الضيف فابتسم، شغبني الضيوف فابتسمت ووهبت عيناك، شغبني الضيوف فابتسمت ووهبت عيناي، فهذا جاف الجر البيدي ورمحت خيوله وارتدت الشمس اللؤلؤ ورنمت ورنمت و
ورانا مات وانسى بالحمام على نسمات الهوائي عنبرية ورانا مات وانسى بالحمام على نسمات الهوائي عنبرية فالتفت رأيت النساكة شاخصين تجاه الأفق المتفجر فنظرت رأيت الله قد احتال فيها عيدا قد احتال فيها عيدا فذبت فيه ورقصت فذبت فيه